حلو عندنا قمر الدين، وعندنا الكاسات الحلوه المخرج بتاعنا الجميل هيجيبها دلوقتي، ونغير الجلافز ده علشان احنا بنشتغل في حلو. خلي بالك ده مطلوب منك، اشتغل في كنافه في بسبوسه، تروقي مطبخك كده، والسكينه والمعلقه تغيريهم وتروقي الدنيا علشان الحلو ما يكرفش منك. وتعالوا نعمل الحلو مع بعض سريعا. انا مجهز المهلبيه وانت شطار في عمايلها، بس قمر الدين هعمله مع حضراتكم كده سريعا على نار شديده. قمر الدين بيسيح في شويه ميه مغليين، معانا نشا حلو، ومعانا بوله صغيره كده بنديله القوام بتاعنا الحلو، بمضرب ما عداش لا على بصل ولا على ثوم، لازم يكون نضيف. يعني مش هتجيبي مضرب مخصوص، يعني هي الفكره كلها يتغسل كويس بس عشان برضو الموضوع يبقى ايه، وشويه حليب صغيرين. حلو، وطبعا لازم طبعا ننزل بيه كده هنا. يلا دي مهلبية قمر الدين اهو، القوام ده كده اهو سريعا تديني القوام مجرد ما تتعرض لدرجة حرارة اهو. يلا نحط شوية نشا كده وهو لسه بارد ما سخنش. اوعى تحط النشا على الجزء، على اي مهلبيه سخنه او قمر الدين سخن. طبعا هو بارد معايا لان انا حاطط له حليب، فتقدر تحط النشا هنا. التفاصيل دي مطلوبه مني خلي بالك. ياخد القوام ونشيل الحاجات دي من هنا. ومعانا كده كريم شانتيه، ومعانا مهلبيه ثانيه في الباق، وتعالوا نشوف الحلو ده هنقدمه لحضراتكم ازاي. الكاسات اهيت، نوزعها كده. شفت السفره دي لطيفه ازاي وحلوه اهي، ونشيل الحاجه دي من هنا. ده مطلوب تروقي سفرتك عشان ضيوفك لما يجوا. حلو، اخبار الايه اهو اهو طلع معايا اهو. احنا معانا الطايمه قد ايه يا استاذه رحاب؟ اهو بالنشا بالنشا بالنشا، الله بنت حلال، هم دول اللي انا عايزهم، لا زياده ولا اقل. اهو اهو معايا شويه شوكولاته حلوين كده عشان الاطفال نشد انتباههم شويه. الحاجات دي حلوه للاطفال على فكره، شيل الاسم علشان ايه، الحاجات ديت بتشد انتباه الاطفال خلي بالك، مهمه جدا. ممكن نحط بيستاشيو اللي هو الفوز والحلب المطحون زي ما انت حابه، مفيش مشكله. تحط الشوكولاته عينيا، نعمل احلى كريم كراميل لاحلى اطفال في الدنيا اهو. شفتي اهو، بص عليه كده، بص على قمر الدين، قمر الدين بيتكلم مصري اهو اهو اهو. خد النشا، خد السكر بالشكل ده كده اهو 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 اهو. شفت القوام ده كده، وننزل بيه هنا بقى اهو على المهلبيه تكون بارده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، العب يا غزال اهو. واحده ثانيه هنا اهو اهو، براحه خالص اهو زي الفل. اطفال في المطبخ ابعدوهم دلوقتي لان ده سخن زي الفل. اشتغل هنا النهارده انا بهدي الحلقه دي للامانه للاطفال الحلوين، لان انا ليا جمهور من الاطفال بحمد ربنا عليه، ابرياء حبهم ما فيهوش اي تصنع. يقول لك يا شيف مغازي انا بحب ماما وهي بتتفرج عليك، لانه اكيد بيقعد يلعب في التليفون قاعده مثلا مشغوله مع الشيف، انا عارف ولكن بس هي طبعا بعد ما بتخلص الحلقه بتعمل الاكل الحلو ده. حلو الكلام نروق الدنيا اول باول. احنا معانا التايم بتاعنا، وانا سبت الحلو للاخر علشان ايه ما تفاجئش انت. طبعا في المطبخ مفيش حد وراك غيري، يعني بس بتتابع وخلاص. الشيف معانا قمر الدين، انا مقطعه بالشكل ده كده. الحاجات دي مطلوبة على فكرة، احنا بنزين حاجة حلوة يعني. كله ده من الحاجات الرمضانية بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، جو حلو ده حلو قوي. شفت الأطفال النهاردة هيقول لك يا ماما رمضان ليه ما يجيش السنة كلها؟ حلو، كريم شانتيه معانا، اللهم صل على النبي. يا ولد يا ولد، العب يا غزال يا عم، انزل
تاني تجميد عالي شوية. طب نعمل حاجة حلوة. اللهم صل على النبي. يا رؤية لا لسه رؤية. ده رؤية لا لسه يا أستاذ. استني بس عارفة الشيف حط حاجة في راسه جاب على طول اهو يا باشا. اوعى ما هزرش. هو ده اهو. حلو. عيني حاضر 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 يا فندم حاضر. اتعشت يعني؟ حلو تمام. نعمل ايه يا شيف بعد كده؟ نحط الحاجات الحلوة دي اللي معانا. الله هو ده. هنا الكلام بقى اهو. الأطفال الحلوين يحبوا الحاجات دي قوي. اهو اهو اهو. حلو كمان. انا مطبخي النهارده بجد بسيط وسهل، ما فيهوش تكلفه ولا حاجه. هي فرخه جبناها وزنها كيلو ونص بالظبط، شويه سجق حلوين، الدقيق بتاعنا موجود عندنا، عملت بيتزايه حلوه للاطفال الحلوين، وعملت كمان الشركسيه زي ما شفنا حضراتكم تفاصيلها مع بعض على الشاشه، وكنت حريص ان انا اخش في كل التفاصيل عشان تعملي الكلام ده النهارده، وحبيت السحور النهارده واخد طعم بيروتي لبناني حلو عشان نتذكر الشعب الشقيق، الشعب اللبناني الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره من ارض مصر ام الدنيا. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم في الشهر الكريم. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.